كلنا مع الثورة، ما في حد. هاي ثورة مقدسة، ولأول مرة لأول مرة بتاريخ لبنان ما فيها غير، ما فيها لا مسلم ولا مسيحي، فيها لبناني. هاي أول ثورة بتصير فيها علم واحد هو العلم اللبناني. حرام هذه الثورة اللي عم بتصير إنها تختصر باللي صار مبارح وأول مبارح. هذا شيء معيب للثورة اللي صار، ومنه للثورة هذا. لازم نميز نحن هون بين الثورة وبين الأعمال التخريب. ما بفتكر نحن الصحفيين في صحفي بيقبل بأعمال التخريب شو ما كانت تكون. بس ما نحكي باسمنا نحن كصحفيين. معنى شيء إذا عم يحكي هو، إذا بتريدي شو اسمي؟ بس ما أعطيتك الكلام، بس خليه يحكي النقيب إذا بتريد. شكرا 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 شكرا. أنا بفتكر إني أنا نقيب الصحافي بقدر أحكي باسمك. من مطالب منك؟ أنا مش من الاسم لهيدي الصحة نقابة، وما بعتبر، بعتبر أنا وكتار ما بنعتبر. هلا هو أنا أعطيته الكلام عم بيعطي رأيه بالسوار. يا 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 أنا أول ما توجهلي لحديث لهذا. يا ليال إذا أنا أعطيت الكلمة للنقيب، لما توصل كلمتك هأعطيك الكلمة. ما يحكي طيب أنت هلا بتجاوبيه لحالك، أنت نحن على الهواء. عراسي 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 عراسي. شكرا. فضل ما رح جاوب، ماشي الحال. بشكرك مدموزيل ليال، كلك ذوق. على كل حال أنا نقيب صحافي، قبلتي ولا ما قبلتي؟ وانضميتي ولا ما انضميتي للنقابة؟ هذا بشأن بخصك أنت. أنا منتخب، أنا نقيب للمرة الثانية بالأغلبية، وهذا شيء شرعي مش شيء غير شرعي. ما نحن نتوقف عند هالقصة هاي.